هل تأسيس المؤسسات الدعوية أليس هذا من البدع ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك؟ لم يفعل ذلك، الرسول لم يدعو إلى الله. إيش هالسؤال؟ بحبل الله جميع، الرسول بعث بالدعوة إلى الله عز وجل، فنحن ندعو إلى الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، سواء دعونا فرادى أو مجتمعين جماعات أو كوننا إدارة للدعوة. الدعوة مشروعة وليست بدعة، الدعوة مشروعة وليست بدعة، سواء كنا أفرادا أو مؤسسة دعوية نتعاون على البر والتقوى. نعم.